جميع الساحات والطرقات يتوزعون، هدفهم السلام والأمان، ليلهم نهار ونهارهم ليل. هنا حيث لا شمس ولا مطر تمنعهم من أداء واجبهم، هم رجال الشرطة. ففي اليوم العالمي للمرور أكد رجال الشرطة دورهم في دعمهم للجيش العربي السوري في الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين ونشر التوعية للحد من المخالفات المرورية. كل سنة بهالوقت بأربعة أيار من كل عام نحتفل مع رجال المرور بكل القطر وبكل العالم بيوم المرور العالمي. هي مناسبة موضوعة للضوي على دور رجل المرور وشرطي المرور في تسهيل حركة المرور وفك الازدحامات المرورية وتنظيم حركة السير على التقاطعات وتسهيل حركة المرور بالمدن ومراقبة الشوارع وطرقات الطرقات الخارجية على الأوتوسترادات. نحن يعني مثلنا مثل رجال الجيش العربي السوري، مثل ما قالوا يوم نعتبره نحن كمان بخصنا يوم الجيش، كمان عنا يوم هو يوم المرور. هذا اليوم بنحتفل فيه مع بقية الفعاليات بشرطي المرور، ويعني مثل عرفان ويعني عربون وفاء لشرطي المرور ودوره بتسهيل حركة المرور وبأداء الخدمة للأخوة المواطنين. كل سنة وأنتم سالمين، إن شاء الله بينعاد علينا ولكن بالأيام المقبلة أحسن من الأوضاع. نحن كشرطة مرور دونا نسهل حركة السير، نقمع المخالفات المشاهدة الخطرة كتجاوز إشارة، كمرور عكس السير يسبب إلى حوادث السير، بنسهل حركة السير. في عنا مثل طلاب المدارس أو الناس المسنين بنساعدهم هدينا حركة السير، الحالات الإسعافية على المشافي بنساعد فيها، بننظم حركة السير، بنقمع جميع المخالفات المشاهدة الخطرة. دورنا بالشارع جنبا إلى جنب مع زملائنا وإخواتنا بالسلاح، زملائنا بالجيش العربي السوري. صحيح أنه على جبهات القتال، نحن بالشارع مهمتنا بتتمثل بتأمين السلام المروري لأخواننا المواطنين، لأولادنا، لأولادهم بالشارع، لطلاب المدارس، قمع المخالفات المشاهدة، فض حركة السير والاختناقات المرورية بالأماكن المزدحمة. منا من كل أخو المواطنين الالتزام بقوانين السير. طبعا قوانين السير هي يعني لمصلحتهم ولحمايتهم الذاتية ولحماية أولادهم. يعني لما بيكون نحن عنا الأخ المواطن والأخ السائق يتقيد بقوانين السير فراح يمنع الحوادث ويمنع جميع يعني الحوادث اللي بتسبب بمشاكل جسدية لأهلهم لأخواتهم للجميع. بتمنى الجميع يلتزم بالقوانين السير. إن شاء الله كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد المرور. رجال الشرطة في يوم المرور، لكم منا ألف تحية.